شاب تعتريه بعض الوساوس الشيطانية ويرتكب بعض الذنوب المضاعفة الإيمان، فما وقفه من ذلك؟ الشاب وغير الشاب كله بهذا سواء، يجب تقوى الله والحذر من انجراح مع النفس الأمارة بالسوء والحذر من معاصي الله جل وعلا أينما كان، على الشاب وعلى الشيخ وعلى الرجل والمرأة جميعا المكلفين يحذروا محارم الله ولا ينجرفوا مع المعاصي ولا يطيعوا الشيطان بما يدعو إليه. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جلده هي الماء. فلا بد من جهاد النفس والحذر من هواها والميل إلى ما تريد من الشهوات المحرمة، ولا يختص هذا باللحى ولا بالزنا ولا بغير ذلك، بل جميع المعاصي جميع المعاصي يجب الحذر منها كلها، على الرجال والنساء والشباب والشيب، على الجميع. وإذا وقع في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين. لا بد من توبة، لا ييأس ولا يقنط ولا يأمل مكر الله ويخلد إلى المعاصي، لا، ولكن يجب أن يبادر بالتوبة، وذلك بالندم على الماضي والعزيمة أن لا يعود في المعاصي وأن يقلع منها ويحذرها ويرد المظالم إلى أهلها كان عنده مظالم. هكذا تكون التوبة مع الصدق ذلك وهو من الله عز وجل وسؤاله المعونة وسؤاله الثبات، ثم صحبة الأخيار بعد ذلك، لا يعود إلى أصحابه الأشرار حتى يجروه إلى المعصية. إذا تاب يذهب إلى الأخيار ويصاحب الأخيار الطيبين مهما وجدهم، مهما، فإن لم يجد أحدا فلزم بيته ومسجده، من بيته إلى مسجده إلى صنعته التي هو فيها، مع تقوى الله في ذلك والحذر من كل ما يغضب سبحانه وتعالى.